مشاهدينا السلام الله عليكم، اهلا بكم في موجز لاهم الانباء. نشد مفتي الديار الليبيه فضيله الشيخ الصادق الغرياني في برنامج الاسلام والحياه على قناه التناصح، نشد كل من ارهب المتظاهرين في الجمعات الماضيه واغلق عليهم الطريق وقام بخطفهم ان انحاز الى وطنه وابناء وطنه. مفتي الديار ذكر ان حمايه قوات من تجرى للمتظاهرين في الجمعات الماضيه امر يثلج الصدور وهو ليس بغريب عليهم. وكما أضاف فضيلة المفتي أن علماء الدين ذكروا بالإجماع أن كل أمور الدنيا مهما كانت ولكل مكلف أينما كان فيها حكم من الله. طلبت حكومة الإنقاذ الوطني من الجهات العامة ومؤسسات الدولة عدم التعامل مع المجلس الرئاسي المقترح وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة. حكومة الإنقاذ قالت في بيان لها إن المجلس الرئاسي المقترح وفق اتفاق سقراط الذي جاء به لم تعد له أي شرعية بعد تصويت البرلمان المنحل على رفض منح الثقة للحكومة المقترحة. هذا ونبهت حكومة الإنقاذ كل من يتعامل مع الأجسام التي وصفتها بغير الشرعية بأنه سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة وسيعرض نفسه للمساءلة. نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر ليبية قولها أن تشكيلة الحكومة التي ينوي السراج تقديمها إلى مجلس النواب المنحل والتشكيلة السابقة التي جهزت خلال اجتماعات تونس لن تكون مختلفة باستثناء عدد الحقائب الوزارية وشخصية وزير الدفاع. المصدر ذكر للصحيفة أن جميع الأطراف اتفقت في تونس على أن يكون جمعة المعرفي أحد ضباط النظام السابق وزيرا للدفاع في الحكومة القادمة. وفقا للصحيفة العربية الجديد فإن القرار الذي اتخذه البرلمان المنحل بعدم منح ثقة للحكومة المقترحة جاء نتاج تغيير السياسة المصرية تجاه البرلمان بعد أن مرس على القاهرة ضغوط دولية كبيرة. قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي لقناة التناصح الأربعاء إن أغلب المحابر في المدينة تشهد هدوءا حذرا. المصدر ذكر أن منطقة قنفودة شهدت قصفا بالمدفعية وصواريخ الجراد فيما تحلق طائرة أجنبية في سماء المدينة منذ بداية الصباح. يذكر أن منطقة قنفودة شهدت الثلاثاء قصفا عشوائيا من قبل القوات التابعة لمجرم الحرب خليفة حفتر. وأخيرا، حيث عقد بطرابلس الأربعاء اجتماع ضم مدراء الإدارات بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومدراء مكاتب الهيئة بالجنوب. الاجتماع تناول المشاكل والصعوبات التي تواجه مكاتب الهيئة بالمنطقة الجنوبية وسبل تذليلها في ظل التعثر المالي الذي تعانيه الدولة. يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لم تتلقى المخصصات المالية المقررة في البند الثاني من الميزانية المتعلقة بالمصروفات التسييرية للعام 2016 بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. ختام الموجز، إلى اللقاء.